إذن مشاهدينا الكرام، المشهد في ليبيا على الأصعدة كافة ومخرجات الحوار الذي قاده المبعوث الأممي للأزمة الليبية غسان سلامة، والتي أطلع عليها الأمين العام لجامعة الدول العربية مخرجات الحوار بين الفصائل الليبية للوصول إلى حل سياسي لرأب الصدع وإعادة الاستقرار في البلاد. معنا السيد إبراهيم بالقاسم، أجدد الترحيب بك مرة أخرى سيد إبراهيم. يعني بداية، توصيفك وتشخيصك للمرحلة الراهنة التي تعيشها ليبيا أو المشهد السياسي في ليبيا. ببساطة ممكن أن نشخصها أو نحاول نوصف الحالة اللي مرت بها ليبيا خصوصا في السنوات الأخيرة من عام 2011 إلى اليوم. مرت ليبيا بمراحل متغيرة، وهذه المراحل يعني بمعطيات دولية ومعطيات كبيرة جدا تغير المشهد الليبي في كل عام. من عام 2014 حتى هذه اللحظة أعتقد أن المشهد في ليبيا تحول من صراع سياسي بخطاب دبلوماسي بعد أحداث 2011 إلى صراع سياسي يعني يحمل نوعا ما العنف والتصعيد، لغة للتبادل بين الأطراف السياسية المتصارعة في مرحلة المراحل. أعطى فرصة كبيرة جدا لوجود جماعات متطرفة وجماعات خارج على القانون، ارتكاب جرائم وارتكاب أعمال إرهابية. اليوم وصل الحال إلى ما هو أفضل بكثير من تلك السنة 2014 اللي كانت يعني أوج نشاط خطير جدا وكبير جدا لتلك الجماعات وللأطراف السياسية المتطرفة. اليوم أصبح المشهد أوضح